استبانك على الارسال. سهل لم ينخفض بالارجل، لم تكن يعني لغه الجسد او لم يكن التحضير الجسد بشكل جيد من استيبانك لاعاده هذه الكره. شيء 30 دبل فولت. السير بامبولي، ولكن الكرة تخادع رادك استيبانك. نادال أمام ثلاث فرص متتالية عزيز المشاهد للمرور إلى الدورة الرابع ثم النهائي من ميامي، وسيكون حقق ذلك للمرة السابعة طبعا في وصول الدور الرابع وما أفضل. يسجل المايوركي الفوز السادس في سجل المواجهات مقابل لا شيء امام رادك ستيبانك. ينجح هنا في المرور، يجتاز ستيبانك بمجموعتين لا شيء، 6-2 6-2. اذا رافائيل نادال يحقق فوزه في هذه البطوله رقم 28 ويمر الى الدور ثم النهائي للمره السابعه وما افضل لرافائيل نادال، أو للمرة الثامنة، نعم للمرة الثامنة، هذه المشاركة التاسعة، يمر للمرة الثامنة إلى ثمن النهائي وما أفضل. هارلك ستيبانك حاول ولكن نادال حسن من أدائه، قلل من أخطائه في الثانية وقلل المردود والعطاء لرادك ستيبانك. إذا نادال يمر إلى ثمن النهائي لينتظر الفائز بين جون أو ليواجه نيشيكوري، نعم يواجه نيشيكوري، بينما جون إيزنر وماير الفائز سيواجه سونغا. هنيئا لرافائيل نادال بهذا الفوز والمرور الى ثمن النهائي. مجموعه اولى او خمس اشواط، سبع اشواط، ست اشواط اولى للنسيان لنادال، بعد ذلك تحسن الاداء لرافا واستطاع ان يفرض الاسلوب ويفرض اداءه على اللاعب التشيكي رادك ستيبانك لكي يسجل تفوق كبير ويسيطر على المباراة في الوقت المناسب رغم البداية المتوسطة في ارتكاب نادال خلال أول خمس أشواط، 10 أخطاء مباشرة، بعد ذلك صلح المسار، قلل الأخطاء
ودخل بالتركيز بالتحديد مع كسر ارسال في الشوط السادس لرادك ستيبان الكنيه لنادال في هذا الفوز. الاحصائي امامنا، لاحظ نادال المجموعه الثانيه 7 اخطاء فقط وستيبانك 21، ارتفعت هذه الاخطاء. نادال رفع من الضربات القاضيه 15-9، الارسال الاول عام رفع من الارسال الاول العام نادال وصل الى 70% الان، والفعاليه 74%. فرص كسر الارسال نادال 7 فرص كسر الارسال 4 مرات، رادك ستيبانك فرصتين لم يكسر الارسال في هذه الفرص. نادال صعد 7 مرات الى البولي حقق 3 نقاط، بينما ستيبانك 15 مره صعد حقق نسبة ضعيفة أيضا 6 مرات يكسب مباراة استغرقت 1:26. مشاهدينا الأعزاء، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا في هذه المواجهة